صرت 25 يناير 2011 ميلاديا و30 يونيو 2013 ميلاديا. أحوال مصر قبل ثورة 25 يناير 2011. بعد اغتيال الرئيس السادات تولى نائبه محمد حسني مبارك الحكم في مصر. شهدت هذه الفترة أحداثا مهمة، منها مشروعات البنية التحتية وإنشاء مترو الأنفاق إلى جانب التوسع في إنشاء المدارس والمدن الجديدة، ولكن ساءت أحوال مصر بسبب العديد من التجاوزات والأخطاء في مختلف المجالات. أسباب ثورة 25 يناير 2011: 1. سوء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتعليمية والصحية. 2. انتشار الفساد في جميع مؤسسات الدولة. 3. تزوير انتخابات مجلسي الشعب والشورى عام 2010 ميلادي. شعار الثورة: عيش، حرية، عدالة اجتماعية. أحداث الثورة: 1. انتشار دعوات الشباب على شبكات التواصل الاجتماعي للخروج للتظاهر السلمي. 2. تلاحم قوى الشعب المختلفة ومشاركة الملايين في محافظات مصر. 3. اشتعال المظاهرات في ميدان التحرير. 4. قطع النظام الحاكم جميع وسائل التواصل الاجتماعي. 5. استخدام العنف ضد المتظاهرين أثناء الثورة. 6. سوء الحالة الأمنية في المجتمع ونزول القوات المسلحة وانتشارها في الشوارع والميادين. ليه؟ بما تفسر ليه نزلت القوات المسلحة لحماية ممتلكات الدولة والمنشآت العامة. 7. تشكيل اللجان الشعبية برضو بما تفسر لحماية المواطنين والمنازل والمؤسسات العامة. 8. إسقاط الرئيس والنظام الحاكم. أسباب ثورة 30 يونيو 2013: 1. استمرار سوء الأحوال الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. 2. لم تقدم السياسات الجديدة حلولا للمشكلات التي يعاني منها غالبية الشعب المصري. 3. ازدياد الأصوات المعارضة للحكم والمطالبة بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة. نتائج ثورة 30 يونيو: 1. عزل الرئيس محمد مرسي وتسليم السلطة للمستشار عدلي منصور. 2. تعديل دستور 2012 ميلاديا وصدور دستور جديد في يناير 2014 ميلاديا. 3. عقد الانتخابات الرئاسية وإعلان فوز المرشح عبد الفتاح السيسي.